اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وذلك في اطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عددا من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة وعلى رأسها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس اطلع في هذا الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة. وفي هذا الصدد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيره الكهرباء والبترول جهود توفير الاحتياجات العاجله لقطاع الكهرباء من المنتجات البتروليه، بما ادى الى القدره على وقف تخفيف الاحمال خلال فتره الصيف، مع العمل المكثف وفقا لخطه زمنيه محدده لانهاء تلك المساله بشكل جذري، اخذا في الاعتبار عدم الاستقرار الاقليمي والدولي، وتاثيراته المحتمله على قطاع الطاقه. كما تم عرض الخطط المستقبليه للحكومه لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقه بهدف زياده الانتاج من الزيت الخام والغاز في اسرع وقت ممكن وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصاديه وخدميه على المواطنين كما تم تناول برامج الحكومه لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثه لزياده الانتاج بهدف خفض تكاليف الاستيراد فضلا عن تامين امدادات البترول والغاز للسوق المحليه. أضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقه المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح بهدف اضافه قدرات جديده الى الشبكه الكهربائيه. مشددا على الاهميه الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقه سواء للافراد او للصناعه والانتاج وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الاحفوري وايضا في اطار جهود الدوله للتحول نحو الطاقه النظيفه لمواجهه التاثيرات السلبيه لتغير المناخ كما وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدوله لضمان انتظام الخدمه الكهربائيه مشيدا بما ابداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لاجراءات تخفيف الاحمال خلال المرحله السابقه وموجها في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعدده للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنه